بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. أيها الشعب العظيم، أيها النشام المجاهدون، رجال قواتنا المسلحة الباسلة، يا أبناء أمتنا المجيدة، مع صلاة الفجر لهذا اليوم 23/2003 ميلادية الموافق 17 محرم الحرام 1424 هجرية، ارتكب المجرم الأرعن بوش الصغير هو وأعوانه جريمته التي كان يتوعد بها العراق والإنسانية. يردف فعله الإجرامي من تعاون معه، وبذلك أضاف هو وأتباعه إلى سلسلة جرائمهم المخزية بحق العراق والإنسانية بداية جرائم إضافية أخرى. أيها العراقيون والغيارى في أمتنا، فداكم وفدى مبادئ أمتنا المجيدة، وفدى رايات الجهاد ودينها ومعانيها، النفس والأهل والولد. وفي هذا لا أريد أن أكرر ما ينبغي وما يجب على كل الأماجد والماجدات مما يقتضي فعله دفاعا عن الوطن الغالي والمبادئ والمقدسات، ولكنني أقول عن كل واحد منا، ولكنني أقول على كل واحد منا في عائلة العراق المؤمنة الصابرة المظلومة من أعدائها الأشرار، أن يتذكر ولا ينسى كل ما قاله وانتخابه، وأن هذه الأيام على وفق ما يقدر الله سبحانه ستضيف إلى سفركم الخالد أيها الغيارة وأيتها الماجدات ما هو استحقاقكم في المجد والظفر وكل ما يعلي مكانة المؤمن أمام الله ويخزي الكافرين أعداء الله والإنسانية، وأنكم ستنتصرون أيها العراقيون ومعكم أبناء أمتكم، بل أنتم منتصرون بعون الله، وأعداؤكم في خزي وعار إن شاء الله. اطلق لها السيف، لا خوف ولا وجل، اطلق لها السيف وليشهد لها زحل، اطلق لها السيف قد جاش العدو لها، فليس يثنيه إلا العاقل البطل. اسرج لها الخيل ولتطلق أعنتها كما تشاء، ففي أعرافها الأمل. دع الصواعق تدوي في الدجى حمما حتى يبان الهدى والظلم ينخذل، واشرق بوجه الدياجي كلما عتمت، واشرق بوجه الدياجي كلما عتمت مشاعلا حيث يعشو الخائر الخطل، واقدح زنادك وابق النار لاهبة يخافها الخاسئ المستعبد النذل. اطلق لها السيف جرده باركه، ما فاز بالحق إلا الحازم الرجل، واعدد لها
علما في كل سارية، وادعوا إلى الله أن الجرح يندمل. أيها الأصدقاء، ومناهضو الشر في العالم، السلام عليكم. ها وقد لاحظتم كيف استخف بوش الأرحل بمواقفكم وآرائكم التي أطلقتموها ضد الحرب ودعوتكم الصادقة للسلام، فارتكب جريمته النكراء في هذا اليوم. إننا نعاهدكم باسمنا وباسم القيادة وباسم شعب العراق المجاهد وجيشه البطل في عراق الحضارة والتاريخ والإيمان، بأننا سنقاوم الغزاة وسنوصلهم بإذن الله إلى الحد الذي يفقدون صبرهم مع فقدهم أي أمل في تحقيق ما خططوا له ودفعتهم إليه الصهيونية المجرمة وأصحاب الغرض إلى حضيض، وأنهم سينهزمون الهزيمة التي يتمناها لهم بعد أن أمعنوا في الجريمة والشر كل مؤمن غيور ومحب للإنسانية ساعا بإخلاص ومحبة إلى السلام. وسينتصر العراق، ومع العراق ستنتصر أمتنا والإنسانية، وسيصاب الشر بما يجعله غير قادر على إداء فعل الإجرام والجريمة بمستوى ما ارتكبه التحالف الإجرامي الأمريكي الصهيوني ضد الأمم والشعوب، وفي المقدمة منها أمتنا العربية المجيدة. والله أكبر، الله أكبر. وفي المقدمة منها أمتنا المجيدة. والله أكبر، الله أكبر. وعاش العراق وفلسطين. الله أكبر، الله أكبر. وعاشت أمتنا المجيدة، وعاشت الأخوة الإنسانية مع محبي السلام والأمن وحق الشعوب في الحرية على أساس العدل والإنصاف. والله أكبر. وليخزى الخاسئون. وعاش العراق، عاش العراق، عاش الجهاد، وعاشت فلسطين.